السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ معاكم ميجو ده ميجو فات فورمتك في البيت، فيديو جديد وحلقه جديده. فيديو النهارده معانا شويه اخبار حلوه ووحشه في نفس الوقت. عندنا اصابه الكابتن المصري عطيه شعلان، للاسف عندنا احتماليه رجوع في الهيث في 2023 علشان ياخد التايتل بتاع ارنولد كلاسيك لان هو ما دخلوش قبل كده، وعندنا الاحتفال الزاخر وشويه اخبار كده حلوه وزي الفل زيكم. فانا لسه ما اشتركتش في القناه، يا ريت تنزل تحت الفيديو تدوس على الزر الاحمر اللي هو الاشتراك، ويا ريت حتى يا شباب تظبطوني في اللايكس والكومنتس، كفايه كتير. ويلا بينا نبتدي. اول فوتج معانا في الفيديو بتاع النهارده هو الاستقبال الرهيب جدا، فوتج جديده وحصريه للبطل الايراني هادي شوبان. وصل الحمد لله على ارض ايران سالم غانم. كان في اقاويل بتقول ان هو ممكن يتم القبض عليه لاسباب مجهوله، ممكن علشان الفيزا بتاعته الله اعلم، بس الحمد لله ما فيش اي حاجه من الكلام ده طلعت صحيحه. الفوتج دي بتاكد يا جماعه مش بس الايراني، للعالم كله قد ايه هادي شوبان محبوب الجماهير، عشان كان في ناس بتقول ان هادي شوبان زي البيج رامي مش واجهة المستر اولمبيا. فالفيديو ده زي ما تقول ايه جاي بيبرهن ان هادي شوبان ده محبوب الجماهير في العالم كله مش بس في ايران. طبعا زي ما احنا شايفين كده كمية ناس، يعني انا ممكن اتوقع ان هي الاف الاف الناس، ده غير البريد بتاعه بتاع العربيات، ده غير الموتوسيكلات. والصراحة الراجل اللي يستاهل، الراجل معافر، والراجل كان بيحاول لمدة سنين لحد لما صبر ونال. ده كان اول فوتج، ده بالنسبة لاول فوتج معانا في الفيديو بتاع النهاردة. عندنا فوتج تانية بقى لجيمس هولينج، وده بادي بيلدر بيكمبيت او بيشارك في مستر اولمبيا سنة 2023. اتكلم عن سوء الادارة بتاعت مستر اولمبيا وقد ايه ان هي ممكن تأثر على الكونديشن بتاع كل لعيبة كمال الاجسام، لان هم قال في الفيديو ده ان هم بيركزوا على الاضاءات والتصوير وبيسيبوا البادي بيلدرز وبيسيبوا الناس اللي بتخش الكومبيتيشن على الرف. بيقول لك مساحات ضيقه جدا، اماكن غير مؤهله، اهم حاجه بالنسبه لهم البرودكشن والتصوير والاضاءه وشكلهم قدام الناس، بس البادي بيلدرز رامينهم في الزباله. فده كان بيقول يعني ان ده ممكن ياثر على الكونديشن بتاعت البادي بيلدرز، لان هم بيفضلوا قاعدين لمده 6 ساعات، في ناس منهم بتفضل قاعده 6 ساعات، فده هياثر طبعا بالسلب. ممكن حد مثلا من التوتر يحبس ميه و الى اخره. فيديو معانا النهارده دلوقتي صوره لسه هاني رامبود لسه منزلها من شويه. هاني رامبود طبعا بيمرن الثلاثه العمالقه، بيمرن من الشمال كريس بومستيد، وعندنا هنا هادي شوبان، وعندنا على اليمين ديريك لانسفورد. ديريك لانسفورد واخد مركز ثاني، هادي شوبان مركز اول في فئه الاوبن ديفيجن. طبعا كريس بومستيد غني عن التعريف، واخد اول رابع سنه على التوالي في فئه الكلاسيك فيزيك. بعد كده عندنا صور حصريه لويليام بونك على صفحته على الانستغرام، تعالوا نشوفها مع بعض يا جماعه، لان بجد الفيزيك بتاعه كان رهيب جدا في الصور. بس طبعا خلينا متفقين ان الصور حاجه والفيزيك اللي على الستيج او على المسرح بيبقى حاجه تانية خالص. وليام بونك من فتره كان عامل عمليه الجاينو اللي هي التفات دي، وطبعا عاملها عند حد بروفيشنال جدا، ما بقاش سايب ليها اي اثر. انا شايف في البوز ده يا جماعه مبين قوي الوسط بتاعه الرفيع، يعني انا مش عارف ليه الصراحه عمره ما بيعمل الابدومينالز اند ثايز اللي هو البوز اللي قدامكم ده في مستر اولمبيا، وبيعمل اللي هو اللي بالجنب. اللي بالجنب ده بحس ان الوسط بتاعه بيبقى اضخم من اللي في الصوره دي، على الرغم ان ويليام بونك من افضل الاجسام او المناظر الجماليه في فئه الاوبن ديفيجن بادي بيلدينج. فانا شايف ان البوز ده رهيب جدا، محدش عارف ليه الصراحه هو ما بيعملوش، ممكن مثلا عشان ما بيقدرش يثبت اطول فتره ممكنه عليه الله اعلم. بس انا شايف بصوا يعني انا شايف في البوز ده هو بيبان الاوبليكس بتاعته كويس قوي، بس تحس ان بطنه منفوخه طالعه لبره شويه. فانا في رايي الشخصي ان البوز ده افضل بكتير قوي من البوز التاني. قولوا لي برضو رايكم في الكومنتس، شايفين انهي وضع بالنسبه له احسن؟ الكونديشن بتاعته كانت رهيبه جدا، بس ما حدش عارف ليه طلع بهيئه مش احسن حاجه على الستيج، كان حابس شويه ميه، كان كثافته العضليه كانت اكبر. طبعا السنه اللي فاتت كان واخد سادس، السنه دي خد تاسع، فطبعا في سيت باك وفي تراجع رهيب جدا. الله البوز ده جميل قوي يا جماعه، يعني الاكس تيبر او الاكس فاكتور عنده اللي هو الوسط الرفيع، المجانس الواسعه، رجلين الديفايند الكبيره، فحاجه تحفه. لا انا ما بحبش بصراحه البوز ده، ففي رايي الشخصي ان هو وسط رفيع قوي قوي قوي، فمش عارف، بس انا ما بفضلش بصراحه البوز اللي هو اللي بالجنب ده. اخر حاجه بقى والحاجه اللي قبل الاخيره، ان فيل هيث في قناه نيكست سترينث اند باور كان طالع في بودكاست على قناه اسمه ايه ده جاي كاتلر، قال ان هو هيدخل وبيحضر في 2023 لارنولد كلاسيك.
مش عارفين بقى ارنولد كلاسيك اللي هي شهر 3 الشهر السنه دي في 2023 ولا السنه اللي بعدها، لان مستر اولمبيا يا جماعه هو خدها 7 مرات بس ما خدش ارنولد كلاسيك ولا مره. المره الوحيده على ما اتذكر ان هو دخل فيها كان في سنه 2010 واللي خدها منه كان كاي جرين. يا ريت كاي جرين يرجع تاني بصراحه، بس هو للاسف ما بسبب الظروف السياسيه على كلامه هو يعني، فخلاص كده كاي جرين مش هنشوفه على الستيج تاني ابدا. فمتشوق جدا ان انا اشوف فيل هيث الجفت، مسمينه ده جفت عشان طبعا الجينات الوراثيه بتاعته الرهيبه جدا اللي زي ما تقول ايه ما فيش اتنين بيختلفوا عليه. واخر خبر معانا النهارده للاسف كان على الصفحه الرسميه لكابتن سامح عقل، بيقول كاتب كده: دعواتكم بالشفاء العاجل للبطل المصري عطيه شعلان واللي اصابته جلطه في القلب امس امبارح. كابتن عطيه شعلان ربنا يديله الصحه ويقويه يا رب العالمين. طبعا احنا مش محتاجين نسبيكوليت ونقول يا جماعه ده بسبب ايه، يعني الجلطات والحاجات دي كلها بتبقى يعني اكيد بنسبه كبيره جدا طبعا بسبب الهرمونات للاسف والاستيرويد والجرعات الزياده. يعني ربنا يقومه بالف سلامه ان شاء الله ويرجع سالم غانم. ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يا جماعه يعجبكم. ما تنسوش بالله عليكم انزل تحت الفيديو يا معلم سيب اللايك المتين وسيب اي كومنت ان شاء الله يا معلم، تديني ايموجي ولا تسيب لي حتى نقطه. اشوفك في الفيديوهات الجايه. واخر حاجه بالنسبه للتدريب اونلاين، ممكن تبعت لي رساله على الانستجرام او حتى في الرقم الموجود في الديسكربشن بوكس. كنت عامل اوفر ان انا هاخد 5 امرنهم ببلاش، طبعا في كميه رسائل رهيبه جدا لو وريت لكم الكميه قد ايه بتاعت الناس اللي بعتت. بس انا بصراحه يعني هعلن عن اللي فايز، عن الخمسه الفايزين ان شاء الله كمان شويه، يعني فوق ال 300 واحد تقريبا. خلاص انا هاخد من تحت خالص اقدم 5 بعتولي وامرنهم وان شاء الله نحارب الغلاء سوا. شكرا يا شباب، ان شاء الله اشوفكم الفيديوهات الجايه. بيس.